اهلا هيل عد السيل، اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم المجله السعوديه. ونبدا كالعاده مع الدكتور خالد والتامل الاسبوعي. حياكم الله. عزيزي المشاهد، لما تكون ماشي في الشارع وتسأل واحد علشان يدلك على الطريق أو عنوان محل أو سوبر ماركت أو أي شيء، يقوم الشخص الآخر بوصف الطريق لك، روح على طول وبعدين لف يمين ومن ثالث إشارة وبعد ثلاث عمارات تلاقي دكانة على الزاوية. تشوف عمارة من ثلاثة أدوار وتحت العمارة تلاقي بقالة مكتوب عليها بقالية الأمل ولا بقالية الرجاء أو بقالية الهناء مثل العادة. لكن هذا اللي يصف لك الطريق يعرف تفاصيل أكثر منك أنت، لأنه قدو مشي بهذا الطريق من قبلك. مثلا هو يعرف إذا كان الشارع مرصوف ولا لا، عند الإشارة الثانية ما إذا كان يوجد صندوق للقمامة أو لا، أو إذا كان هناك مثلا شجرة لوز هندي أو لوز بجلي أو نخلة أو شجرة نيم بزاوية من الزوايا. هو يعرف تفاصيل أكثر منك أنت اللي بتسأل، لكنه ما يقولها لك لأنها مش مهمة بنظره، لكنها قد تكون مهمة بالنسبة لك. مثلا قد يكون بالطريق موجود دكانة زهور وأنت رايح أصلا تشوف صاحبك المريض، فتخش محل الزهور علشان تشتري لك باقة زهور لخويك المريض، أو أنك تلاقي محل جوالات أو كمبيوترات بالطريق وتشتري منه أشياء تحتاجها بدل ما تضرب المشوار مرة ثانية علشان تشتري لوح مفاتيح أو أقراص سي دي أو يو اس بي أو شاحن للموبايل حقك أو أي شيء. لأن اللي يوصف لك الطريق ما يعرف احتياجك ويفوتوا الأشياء اللي موجودة على الطريق ويركز على الأشياء اللي في الزوايا اللي تحتاج أنك تعمل لف أو تغيير للاتجاه. هو بس يبغى يوصلك لوجهتك. أخويا المسلم، أختي المسلمة، هذا بالضبط اللي يصير لما تشوف واحد يحبك ويبشرك بالمسيح، لأن المسيح هو الطريق. اسمع إيش المسيح يقول عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، يوحنا 14:6. لما نبشرك أخ محب أو أخت محبة، ممكن يفوت الكثير من التفاصيل المهمة بالنسبة لك، لأنه يركز أنه يوصلك للهدف بأقصى سرعة وهو الخلاص. هو يحبك ويبغاك تكون معه في الملكوت، علشان كده هو يبشرك بالمسيح يسوع. أما بالنسبة لك أنت، الطريق شيء جديد عليك وفي مناظر جديدة لأنك أول مرة تمشي به، والحل الوحيد لمعرفة الكاملة هو أن تقرر من نفسك أن تسير الآن في هذا الطريق بعد أن تسأل. الشيء الثاني اللي بيصير بعد أن تقرر من نفسك أن تقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك، هو أن المسيح اللي هو الطريق والحق والحياة، هو أنك حتستمتع بمعرفة هذه التفاصيل الجمالية للحياة وأنت تمشي في طريق الملكوت مع
مع المسيح يسوع. لا تستعجل، صلي وخذ وقتك قبل أن تقرر الآن أن تمشي في طريق المسيح. وبعد ما تمشي بطريق المسيح استمتع كل يوم وبكل لحظة من حياتك. صحيح أن الطريق الملكوت ضيق، لكن أشهد لك أنه مرن جدا وممتع. ارجع لربك عجل، لا تأجل لا تأجل لا تأجل. بسرعة اليوم لا تقول برجع بكرة، بكرة ما هو معلوم من في نظامنا عمره. ارجع بسرعة اليوم لا تقول برجع بكرة، بكرة ما هو معلوم من في نظامنا عمره. يكفي ما فاتك تكسب حياتك قبل مماتك، اكسب حياتك قبل مماتك. وارجع لربك عجل، لا تأجل لا تأجل لا تأجل. غالي عقلب الله، لحظة اللي فيها تتوب كل اللي فات ينسى. انت ابنه محبوب غالي عقلب الله، لحظة اللي فيها تتوب كل اللي فات ينسى. اختار نجاتك تكسب حياتك قبل مماتك، اكسب حياتك قبل مماتك. وارجع لربك عجل، لا تأجل لا تأجل لا 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 تأجل. لا تأجل لا تأجل لا تأجل التوبة، وارجع لربك عجل أيامك محسوبة. قبل مماتك تكسب حياتك قبل مماتك. ارجع لربك عجل، لا تأجل لا تأجل لا تأجل.
أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا. في اليوم مشكلة حنتكلم عنها، مشكلة امسك لي واقطع لك. عادة في وقت العزائم لما يأكل الناس بيدهم اليمين يعتبرون من العيب استخدام اليد الشمال في الأكل، وتوقير اليمين مش بالأمر الجديد علينا، بل هو موروث من الآباء والأجداد، من تعاليم إيش الكتاب المقدس. يمين الرب معتزة بالقدرة، خروج 15:6، الرب عن يميني فلا أتزعزع، مزمور 16:8. ومن العهد الجديد هم بعد المسيح يأمرنا بأن نقدم الصدقات بيدنا اليمين، حيث ما تعرف يدك الشمال إيش تسوي اليمين، متى 6:3. والجلوس عن يمين الرب يرمز للانتصار، متى 22:4. فصار عندنا عادة أن الأكل يجب أن يكون باليد اليمنى، ولكن إذا كانت قطعة اللحمة اللي شلتها من التبسي كبيرة، أقول لجاري اللي يجلس جنبي أو قدامي أن يمسك جزء من اللحم عشان أقدر أقطع جزء صغير، وأخويا يأخذ الجزء الباقي، وبدون استخدام اليد الشمال. امسك لي واقطع لك. على الرغم من قداسة ورقة ورمزية هذا التعبير امسك لي واقطع لك، إلا أن الشيطان يحاول أن يشوه كل شيء جميل ورثناه من الكتاب المقدس، فصار هذا المصطلح يستخدم للفساد والوسطات. فمثلا من يعمل في البلدية على سبيل المثال قد يتفق مع مقاول ويقول له سأعمل على ترسية المشروع عليك مقابل مبلغ من المال أو نسبة، امسك لي واقطع لك. أو موظف يقول لخويه أغطي غيابك اليوم وتغطيني بكرة، امسك لي واقطع لك. وبدل ما يستخدم هذا المصطلح لأجل التعاون لخدمة المجتمع، صار للأسف يستخدم لأجل الفساد والوسطات. هذا هو دور الشيطان اللي يشوه كل شيء جميل. فتعالوا يا جماعة الخير نصلي عشان الرب يسوع المسيح يعمل على استعادة واسترداد هذا المفهوم الجميل والمقدس، ونستخدمه كما الرب أن يكون راضيا عنه. يا رب يا يسوع، كم أنت عظيم، كم أنت قدوس يا سيد العظيم. أنت اجعلنا يا سيد العظيم على هواك وعلى فكرك نمشي، ونسترد هذه المصطلحات يا رب الجميلة، وترجع لكل شيء لمحله. فأنت يا رب اللي تصحح المسارات واللي تصحح الأمور والأفكار. أحط هذا الأمر بين يدك أمانة يا رب العالمين يا يسوع، باسم يسوع المسيح بكل تواضع، آمين. ليرأف الله علينا وليباركنا وليضيء بوجهه علينا، علشان يعرف في الأرض طريقك وبين جميع الأمم خلاصك. تحمدك الشعوب يا رب، تحمدك الشعوب كلها، تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة وتهدي أمم الأرض. تحمدك الشعوب يا الله، تحمدك الشعوب كلها، أعطت الأرض غلتها الوفيرة. يباركنا الرب إلهنا فتخافه كل قاصي الأرض. أعزائي المشاهدين، وصلني هذا الاختبار من أخ من سوريا، يقول أنه بدأ يشك في الإسلام وصار يبحث ويقرأ عن تعاليم الإسلام وهذا، فلقاها فعلا أنه أشياء غلط لازم يتركها، وقرر من نفسه أنه يقبل الرب يسوع المسيح لما قرأ عن المسيحية وتعلم عنها وتثقف نفسه. فأمين، هو يحسب نفسه أنه أنا كنت أبحث عن الله، لكن الواقع أنه الله يبحث عني. أمين. وبعدين هو يطلب مننا نصلي عشان أخوه. آمين. الرب يبارك فيك يا أخي ويبارك في أخوك.
يعني هو الشيء الجميل انه انا حسب علمي انه بسوريا في قانون يحمي حرية الأديان، لكن الحكمة واجبة لأنه بحكم وجود داعش وجبهة النصرة والحاجات هذه نبغى نكون شوية حريصين يا أخي. والرب يباركك ويبارك بأخوك، وأمين هذا الاختبار يباركك وتكون سبب بركة لكل من يشاهده باسم يسوع المسيح، آمين. في الحلقة السابقة تكلمنا عن نظرة الإسلام لبشارة السيد المسيح، وبينا أن السيد المسيح جاء ليخلص العالم ويهب لهم حياة أبدية، مش شاهد على نبوة أحد. أما في حلقة اليوم فبنتكلم عن تشبيه ومقارنة السيد المسيح بآدم. فالآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن معجزة خلق السيد المسيح تشبه عند الله تماماً معجزة خلقه لآدم. وطبعاً هذا التشبيه فقير وناقص جداً وغير كامل، وراح أبين لكم ليش. لكن خلوني أول أسأل، هل كانت معجزة السيد المسيح مختصرة أو مقتصرة فقط على ولادته بدون أب؟ هل هذا هو الشيء الوحيد اللي تميز به السيد المسيح عن غيره؟ وإذا كان القرآن تكلم هنا عن التشبيه في طريقة الخلق بين السيد المسيح وآدم، فكيف مع باقي معجزات السيد المسيح مثل حياته وقداسته وقوته وتعاليمه؟ هل كان آدم يشبه للسيد المسيح فيهم؟ طيب، فيه أحد في الكون كله سوى آدم أو غير آدم يشبه المسيح فيهم؟ هل كان فيه أحد يحيي الموتى؟ أو هل كان فيه أحد يشفي المرضى؟ طيب، هل كان فيه أحد يطهر الأبرص أو يتحكم في الطبيعة ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويطرد الجن وتخدم الملائكة غير السيد المسيح؟ الجواب طبعا لا، لا يوجد ولن يوجد أبداً أحد يشبه السيد المسيح، لا في ولادته ولا حياته ولا قداسته ولا في أي شيء ثاني. لكن الإسلام يركز في كل أموره على ولادته، لأنه يعتقد أنه ممكن يلقى لها مخرج. لكن باقي معجزاته يكتفي بجملة واحدة هي بإذن الله ويسكت، لأن صعب جداً عليه يلقى لها مبرر أو يلقى أحد على الأقل يشبه المسيح فيها. فيقول القرآن قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وشبه المسيح بآدم كدليل إثبات أن السيد المسيح ليس إلا إنسان عادي ولد بدون أب، حاله حال آدم. واختزل كل آيات ومعجزات وحياة السيد المسيح في ولادته بدون أب بس، في تمويه للسامع إن المسيحيين ألهوا السيد المسيح لأنه فقط مولود بدون أب وما فيه أي سبب ثاني. عشان كذا جاء التشبيه بينه وبين آدم. تشبيه مش القصد منه رفع منزلة آدم، لكن القصد منه التقليل من منزلة السيد المسيح. لكن هل كان السيد المسيح فعلا مثل آدم؟
الحقيقة إننا نظلم أبونا آدم جداً إذا حطيناه في مقارنة مع السيد المسيح. وهذا مش تصغير لقدر أبونا آدم، لكن ما في أحد في الخليقة يستحق أن يقارن بشخص السيد المسيح، لا في حياته ولا في تعاليمه ولا في معجزاته ولا محبته ولا في أي شيء ثاني. فالمسيح عظيم وفريد في كل شيء، وإذا كان يوجد تشابه بينه وبين آدم فهو تشابه في طبيعة السيد المسيح الناسوتية، وهنا المسيح يتشابه فيها في طبيعته مع كل الناس ومش بس مع آدم. الفرق بينه وبين آدم كبير وشاسع جدا، مش في بس في طريقة الخلق، ولكن في الحياة والأهداف والقداسة والطبيعة والقدرات وأشياء كثيرة غيرهم. أما بالنسبة للآية اللي تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فنلاحظ فيها إن القرآن تعمد للمرة الأولى عدم ذكر السيد المسيح بلقب المسيح ابن مريم، مثل ما تعود يناديه أو يسميه دائما. فهنا أخفى وجود أم للمسيح، والسبب بكل بساطة عشان يكون استخدام التشبيه بينه وبين آدم المخلوق هم بدون أب ولا أم تشبيه مقبول نوعا ما، وكأنهم الاثنين مثل بعض. وحتى مع ذا المحاولة الذكية ما زال التشبيه بينهم ناقص وغير منطقي إطلاقا. فمعجزة مجيء السيد المسيح لا تقارن بخلق آدم، فهذه ولادة وهذيك خلق، لا كانت معجزة وما كان القصد منها تكون معجزة أصلا. وإذا كانت معجزة فمعجزة حق مين ومين شافها أساسا؟ ما كان فيه أحد موجود عشان يشهد على ذا المعجزة، ما كان فيه حمل أصلا ولا كان فيه ولادة قبل آدم، فكيف يشبه المسيح؟ الله خلق آدم عشان يبدأ نسل يثمر ويتكاثر ويعمر الأرض وتنتشر الخليقة، ويكون هو وزوجته باكورة هذا النسل وبدايته. فما كان قبلهم لا أم ولا أب. وغير كذا الآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهل المسيح كان مخلوق من التراب مباشرة مثل آدم، أو مولود ولادة إعجازية من مريم؟ وأعتقد إن كلمة خلقه من تراب تبين بوضوح إن المقصود هنا الخلق مش الولادة. فكلنا نعرف إن المسيح جاب ولادة إعجازية بكل المقاييس، بشروا فيها رجال الله وانتظرها الشعب بفارق الصبر. معجزة حدثت مرة واحدة فقط منذ بدء الخليقة ولن تتكرر حتى انتهاء العالم، مرة واحدة لا غير، استخدام واحد فقط، حدثت بعد أن عمرت الأرض بكل البشر وانتشرت الخليقة في كل المعمورة. فجاءت ولادة السيد المسيح بدون أب لتكسر قانون الكون في أن تلد العذراء طفل بقوة الله وليس من معرفة رجل. وهذه هي المعجزة الحقيقية بكل المقاييس العقلية والمنطقية، وليس خلق آدم. أما الهدف من مجيء السيد المسيح فكان تنفيذ لخطة الله في أن يهب للناس حياة أبدية في المسيح. فهو حمل الله الذي ترفع به خطايا العالم، جاء ليكون لنا نور وحياة ويكون لنا أفضل، جاء لينقذ ما قد هلك. ولذلك قال من الأهمية تكون ولادته علامة وخط فاصل لازم كلنا نتوقف عنده ونفكر فيه. أما آدم فعمره ما كان شبيه للمسيح، لا في الخلق ولا في القصد ولا في القوة ولا في المجد ولا في القداسة ولا في القدرة ولا حتى في الحياة. فنقاط الاختلاف بينهم كثيرة جدا، نقاط الاختلاف بيننا وبين المسيح كثيرة، بيننا كلنا وبين المسيح كثيرة وبعيد جدا،
بعد المشرق عن المغرب، وكلنا محتاجين نعمة ومحبة المسيح، وأولنا آدم. وإن كان آدم أدخل الخطيئة للعالم فإن المسيح رفعها منه، وإذا كنا بعدنا عن الله بسبب خطيئة آدم فالمسيح قربنا ورجعنا إليه. وإذا كان فيه تشابه معنوي بينهم فإن آدم بدأ حياه، أو آدم بدأ الحياة القديمة والمسيح بدأ الحياة الجديدة. وإذا كان آدم وغيره من الأنبياء قد رحلوا فإن المسيح موجود وحي إلى اليوم وإلى الأبد، وعشان كذا قبلناه وقبلنا خلاصه وشكرنا نعمته. وأبشركم باب الخلاص لسه مفتوح والزمن ما تم، فأهلا فيك وسهلا لو حاب تتعرف على السيد المسيح وتقبل منه. عط نفسك فرصة تتعرف عليه وتتعلم منه، ولو عندك أي سؤال أو استفسار فمرحبا فيك وفي أسئلتك. قلوبنا مفتوحة لك محبة وتقدير واحترام. وأخيرا أشكركم على المتابعة، ولكم مني كل التحية والتقدير، وأشوفكم الأسبوع القادم على خير. بأمان الله.